مشاهدينا الكرام، لا نزال نحن وإياكم في قضاء الظليل، وتحديدا من أمام مركز الظليل الشامل الصحي الشامل. وأعتقد بأن الكثير من المواطنين قالوا لنا بأن هذا المركز ليس له من اسمه نصيب. العديد من الملاحظات نرجو أن نلخصها إلى عطوفة مدير صحة الزرقاء، وهي واردة من أبناء هذا القضاء. سنلخص ملاحظات أبناء المنطقة التي وردت إلينا، وهي منذ البداية أولا لا يوجد موقف للسيارات للمراجعين، وهذه الساحة التي تشاهدونها في الخارج هي موقف خاص بموظفي المركز الصحي. في هذا المركز لا يوجد أي سيارة إسعاف، في هذا المركز لا يوجد قسم نسائية ومختص قسم نسائية وتوليد، في هذا المركز قلة في الكاد في كافة الأقسام. الدوام في هذا المركز الصحي الشامل حتى الساعة 4 بعد العصر، وليس كما معمول به في كافة المراكز الصحية 24 ساعة. أطباء الاختصاص فقط يوجد فيه باطني وأطفال وعظام، وهذا المركز يستقبل يوميا من 400 إلى 500 مراجع. انعدام تجهيزات الأثاث وخصوصا في عيادة طبيب العظام. يوجد بناء على ملاحظات المواطنين مشكلة فنية في دورات المياه، هناك مشاكل كبيرة ومشاكل عديدة نضعها بين يدي عطوفة مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان، نقطة نقطة وبند بند، نتمنى أن نجد إجابات واضحة إلى هذا المبنى الرائع من الخارج والعديد من الملاحظات في داخل هذا المركز. 400 إلى 500 مراجع يوميا. من أمام مركز صحي الظليل الشامل للحقيقة الدولية، كنت معكم موسى العوضات.